أعلن وزير الهجرة والمهجرين محمد الجاف رفض التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بصيغته الحالية، وبرر الجاف ذلك بسبب تخفيض حصة كردستان العراق وتسمية الحكومة في بغداد لكردستان بطريقة مخالفة للدستور حسب وصفه، مشيرا إلى أنه في حال استجابة الحكومة في بغداد لهذه المطالب فإن كردستان العراق ستصوت لصالح الموازنة. أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ضرورة حصر النفقات إلى الحد الأدنى لتقليل العجز في الموازنة العامة لعام 2018، وذلك بسبب استمرار انخفاض إيرادات الدولة نتيجة تدهور أسعار النفط في السوق العالمية. وشدد العلاق على ضرورة مراجعة أرقام الموازنة العامة بمراحلها النهائية. وضع مصرف الرافدين شرطا جديدا لمنح سلف لأولئك الذين يتقاضون راتبا تقاعديا. المصرف قال في بيان إنه اشترط في منح سلف المتقاعدين أن يتم تزويد المتقاعد بتأييد من الفرع الذي كان يتسلم منه الراتب التقاعدي، يبين فيه عدم استلامه سلفة في حال منحه سلفة أخرى، مضيفا أن مدة سداد السلفة تصل إلى 3 أعوام. طالب زاهر العبادي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية حكومة العبادي بضم منتسبي وزارة الكهرباء من العقود والأجر اليومي للتثبيت ضمن موازنة عام 2018، وقال النائب إن هذه الشريحة تضم أكثر من 42 ألف منتسب يشغلون مواقع مهمة في الوزارة ويعملون جاهدين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهم محرومون من حقوقهم الوظيفية رغم الوعود الحكومية المتكررة لرفع الظلم عنهم. أصدرت هيئة النزاهة في البصرة قراراً بحجز باخرة النابلسي القادمة من البرازيل والتي تحمل أكثر من 9000 رأس عجل، وذلك بسبب التلاعب بأعمار العجول المستوردة. وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء على خلفية تحذير الشركة العامة للموانئ في العراق من كارثة بيئية متوقعة في حال نفوق العجول. دعت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة إلى محاسبة الأشخاص المتسببين بإيقاف مشروع تأهيل الطريق الرابط من ميناء أم قصر وحتى طريق المرور السريع. وقال رئيس اللجنة محمد مهدي المنصوري إن توقف العمل في المشروع الذي تبلغ كلفته أكثر من 6 مليارات دينار جاء لأسباب تتعلق بحجم الخرسانة الكونكريتية، مطالبا المحافظة بإصدار قرار إداري يقضي باستئناف العمل في المشروع الذي توقف عن العمل مؤخراً.